لسلطة الباذنجان رح نحتاج حبتين باذنجان مقطع، زيت شعبان، كوب بصل أخضر مقطع، كوبين خس، 4 أرغفة خبز مقطعة ومقلية، وكوب رمان ونعناع. للصوص لأنه رح نعملها صلصة لذيذة إحنا، رح نحتاج لنص كيلو لبن، 4 معالق كبيرة طحينية، معلقة صغيرة ثوم مهروس، وليمون وملح. طيب هلا بايش رح نبلش؟ رح نقلي الباذنجان. طبعا مقليه بالبيت قبل، بس بدنا نقليه كمان شويه باذنجان عشان هيك يكونوا فريش وحلوين. اوكي، وبنقدر قلتي لنا نشوي كمان نشوي. هلا رح اقولهم عن الشوي. هلا انا الباذنجان عشان ما يشرب كتير زيت بقطعه وبعدين بغلفه بطحين. اوكي اوكي، بعدين بقليه، ما بشرب زيت. اوكي اذا بتحطي عليه طحين. طحين. هلا اذا ما بدهم يحطوا طحين بيقدروا يقطعوه يحطوا ملح بمصفاي لينزل كل ميته، كمان ما بشرب زيت. اوكي. الاشي الثالث اللي انا مثلا بالبيت كثير بعمل، انا مثلا كثير بحب الباذنجان، بتدهنوا الصينيه زيت او بترشوه على الباذنجان زيت، بتحطوه بصينيه وعلى الفرن لمده 10 دقائق بنشوى، وما بتفرق بالطعمه. بالضبط، وطعمه لذيذ وطيب. للي بده يعمله كمان مشوي برضه. زاكي هي قصي عم بيقولنا انه هو اذا ربح بده يعزمنا على قدره. والله احنا موافقين، ان شاء الله تربح يا رب. بس بدنا اياه مع حمص يا قصي. اوكي، في كثير ناس عم بيجاوبوا على السؤال، ما هو شعار حملة أرز تايجر؟ تواصلوا معنا على صفحة عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك. اوكي طيب قولي لنا ايش. هلا هون انا حطيت الخس والباذنجان المقلي، وفوقيه حطيت الخبز، وراح نحط البصل والرمان. للصوص حطيت اللبن، راح احط فوقيه الطحينية. اوكي اوكي، وملح وثوم.